حياكم الله مشاهدينا متابعي قناه وطن دبليو تي في، اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا مخصصه حول التقلبات الاقتصاديه المحليه والعالميه وتاثيرها على الواقع. راح تعرف على هواي تفاصيل من خلال ضيوفي اكيد اللي راح يشاركون الحديث واللي موجودين وياي. بدايه ارحب باستاذ علي الصاحب رئيس المركز الاقليمي للدراسات، حياك الله استاذ علي. اهلا ومرحبا، حياكم الله. اهلا وسهلا بحضرتك. وارحب بدكتور قاسم السلطاني خبير اقتصادي ومحلل سياسي، ضيفي عبر سكاب راح يكون بعد قليل. بدايه نبدا الحديث مع استاذ علي، حياك الله استاذ علي مجددا بقناه وطن وبرنامج المعتمد تحديدا. استاذ علي، رايك اليوم بالتقلبات الاقتصاديه، وهناك مخاوف كثيره وتوترات من الناحيه الاقتصاديه في عموم العراق ومحافظاتها، برايك العراق مقبل على ماذا؟ نعم، تحيه مسائيه لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. وبدءا نقول من اهم ركائز الدوله تبنى عليها الدوله هو المرتكز الاقتصادي، اضافه الى السياسه الخارجيه وملفات اخرى، لكن يمكن من الاهم هو الاقتصاد باعتباره هو الشريان المغذي للحياه واحتياجات الدوله والحكومه وحتى الشعب العراقي. وبالتالي يجب ان يكون هذا الملف يحظى باهتمام من اعلى المستويات ويدار بارقى الشخصيات التي تستطيع أن توصل البلد، باعتبار أن العراق اليوم من البلدان الغنية بثرواتها وبتصديرها لأربعة مليون برميل نفط يوميا وعائدات كثيرة، إضافة إلى عائدات المنافذ الحدودية والضريبة وكثير كثير من الأموال التي تؤسس لقد تكون ثورة اقتصادية إذا أحسن التدبير وأحسن التعامل مع الأموال الداخلة والموجودة أصلا في العراق. لكن السؤال المطروح، يا ترى هل الواقع الاقتصادي العراقي واقع جيد؟ وهل عاد بالمنفعة لخزينة الدولة مرة ولمدخولات الفرد العراقي؟ كنظرة سريعة، العراق رغم كما قلنا من يفترض أن يكون من البلدان الغنية لأنه يصدر كميات كبيرة من النفط، والنفط اليوم يشهد ارتفاع غير مسبوق بأسعاره، لكن الدخل الفرد العراقي دخل ربما لا أقول في ذيل القائمة ولكن في مستويات متدنية جدا، ونسبة الفقر في العراق تجاوزت نسبة 40%، وهذه نسبة ليست فقط صعبة بل خطرة جدا، تؤسس لمرحلة خطرة لأن الفقر له انعكاسات خطيرة على الواقع ليس فقط الاقتصادي بالواقع التربوي الاجتماعي وحتى السياسي بل وحتى الأمني. نعم. إذن الواقع الاقتصادي عندما نتحدث به بحيادية ربما نتحدث بحرقة، لأنه واقع مرير وواقع متردي، ولا تزال الوزارات المعنية بهذا الأمر بدءا من وزارة التخطيط ونزولا أخفقت إخفاق كامل في رفع القدرة الشرائية للمواطن العراقي، ونلاحظ بأن الأسواق العراقية في ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد، مرة تكون الغذائية ومرة تكون المنزلية وحتى الأمور الأخرى المتعلقات بالواقع الاقتصادي. الاقتصاد يبنى على المال من جهة، ويبنى على الذهب الذي هو الخزين والسبائك الذهبية والاحتياط الذهب للدولة، كل هذه أصابها الخلل إن لم نقل أصابها العطل، لأنه كما قلت لا توجد لا إدارة حقيقية ولا إرادة صلبة لمعالجة هذا الملف. نعم، يعني أستاذ علي على طاري الذهب، يعني ارتفاع وطفرة كبيرة بالأسعار، برأيك شنو الأسباب؟ زين اليوم الشاب العراقي المقبل على زواج شو يسوي بهيجي حالة؟ يعني اليوم هواي مشاكل راح تصير عندنا، احتمال العنوسة، مشاكل الشباب راح يضربون عن الزواج بسبب هاي الارتفاعات. يعني رغم أن العراق كان ولا زال لحد فترة قريبة يحتفظ بكمية كبيرة من مدخولات النفط أو السبائك الذهبية، العفو مدخولات الذهب والسبائك الذهبية الموجودة اللي هي تعتبر أحد الأرصدة، لكن ارتفاع الذهب بالعراق وتذبذبه ناتج عن السياسة التي تمارس ضد هذه الفقرة بالذات. الذهب مرة يكون مستورد من الخارج، مرة يصدر، مرة حتى يهرب. الذهب أيضا دخل في مسألة غسيل الأموال. غسيل الأموال لم يقتصر على فقط الأموال، لم يقتصر على الورقة النقدية الدولارية، بل تعدى إلى تهريب السبائك الذهبية. طبعا من الإجرام أن تتهرب سبائك ذهب
من أي بلد، لأنها الرصيد الحقيقي، والدول غناها يقاس بالأرصدة الذهبية الموجودة لدى بنوك المركزية. لكن واقع الذهب بالعراق خاصة بعد أن قام يعني كثير من التجار الذين بدأوا يستوردون الذهب من مناشئ غير رصينة، وربما اكتشف أخيرا بأن كثير من هذه المصوغات الذهبية هي مغشوشة أو مزورة أو من منشأ غير رصين، وبالتالي أصبح الذهب الخالص يرتفع شيئا فشيئا، حتى أصبح عبئا على الشباب اللي ذكرتي حضرتك المقدم على الزواج. نعم. وطبعا هاي أيضا انحناء جديدة تضاف إلى أو عبء جديد على كاهل المواطن العراقي الذي تحمل الكثير، وربما أخفقت الدولة في معالجة سلبيات كثيرة من ضمنها كمية الذهب الموجودة بالبنك المركزي وكمية الذهب الموجودة بالسوق العراقي. نعم أستاذ علي، صندوق النقد الدولي اعتقد أو توقع أنه تراجع نمو الاقتصاد خلال 2024، بل هو حذر أكثر من مرة في رسائل صريحة طلعت على جزء من أتها بأنه يجب البحث عن واردات أخرى غير النفطية. أغلب البلدان خاصة اللي لديها مقومات لا يكون فقط النفط هو الوارد الوحيد تبحث عن البدائل. اليوم النفط وإن كانت الآن أسعاره مرتفعة لكنه خاضع لمبدأ العرض والطلب، خاضع لمبدأ المتغيرات المناخية، ربما خاضع حتى لتأثيرات الطاقة النظيفة التي قادمة التي ستقدم علينا، وبالتالي البحث عن بدائل ضروري جدا. صندوق النقد الدولي من أكثر من مطالعة، وبالمعلومة قد لا يعرفها المواطن العراقي، صندوق النقد الدولي الذي أكثر من مرة هو أقرض العراق مبالغ، هو قد يكون عبء آخر على حتى ميزانية الدولة باعتباره قد يفرض على العراق بجملة من التوصيات ويجب الالتزام بها لأنه صاحب المال، لكنه هو من باب النصيحة أورد كثير من النقاط الرئيسية والمهمة بضرورة سلوكها حتى لا يكون النفط هو الوارد المورد الوحيد. لدينا زراعة، لدينا صناعة، لدينا حتى سياحة، وقطاع السياحة المهمل بالكامل كان يفترض أن يكون هو بمحاذاة النفط وأسعار النفط ومبيعات النفط، ولكن للأسف الشديد كما قلت لحضرتك لطالما أن هناك عدة عوامل أثبتت فشلها في قيادة العامل الاقتصادي أو الملف الاقتصادي، أصبح العراق من البلدان التي نستطيع أن تعبر عنها غير مضمونة المستقبل. يعني اليوم حتى الفرد العراقي المواطن العراقي بدأ يتخوف من غده، لا يدري، ينام فيصبح فالأسعار متغيرة، ينزل إلى السوق يلاحظ أن سعر الذهب قد ارتفع كثيرا، يلاحظ أن هذه المادة، أن هاي الأمور اللي تدخل بحياته اليومية. تعرفين العراق اليوم يتعرض لكثير من الضغوطات من الأجندات ربما أثرت سلبا على واقع الاقتصادي، ولكننا لا نؤمن بنظرية المؤامرة، لا نضع كل الأخطاء على عاتق الدول الخارجية على المؤثرات الخارجية، بقدر أنه نقول أخفق المسؤول العراقي من داخل مؤسسته وزارته في الوصول إلى بر الأمان من خلال السياسة التي يجب أن يقدمها في الجانب الاقتصادي المتعدد. يعني أستاذ علي إذا إحنا ننزل للأسواق كل شيء مرتفع، المواد الغذائية، الأجهزة الكهربائية، العقارات، الذهب اللي إحنا كنا نقول هو زينة وخزينة للناس، يعني هواي ناس تدخر أموالها بالذهب في سبيل الوقت العازة إحنا نبيعه، لكن اليوم كل شيء ارتفع بالأسواق. زين ارتفاع العقارات، زين البلد يعني وين يوصل بالسنوات المقبلة إذا بقى على هذا الارتفاع؟ زين اليوم إحنا عندنا لعنة الموارد، اليوم إحنا ما ننتج، لو عندنا إنتاج الوضع يختلف بالبلد. زين ليش اليوم هذا الموضوع ما يرجع ينتعش الإنتاج العراقي، نشوفه موجود بالساحة ونعتمد على أيادي عراقية، نشغل أكثر أيادي؟ هناك ثنائية عجيبة وربما أيضا غريبة في العراق، بأنه هناك قاعدة تقول الضدان لا يجتمعان إلا في هذا البلد. نعم. كيف ما يجتمعان؟ في بلد صالح للزراعة بنسبة 85% من أراضيه صالح للزراعة شمالا جنوبا، لكنه يستورد أبسط الأمور الزراعية حتى وصل إلى حد استيراد الخضروات. في بلد
يضم بحدود 50 أو 55 ألف معمل ومصنع قيد العمل وجاهزة للعمل وكانت منتجة، هو يستورد كل المواد المصنعة من مصادر ركيكة جدا في بلد يتمتع بمناطق وأماكن سياحية ترفيهية، مرة تكون تاريخية ومرة تكون دينية. لكن نشوفين العراقي بس حصل على مبلغ يريد يبحث عن متغيرات أو تغيير الأجواء، يذهب خارج بلاده ليرى أماكن موجودة بالعراق أجمل منها لكنها غير مفعلة. هذه الثنائية اللي قصدتها. اليوم البطالة من جهة تغزو الواقع والمجتمع العراقي، وتعطيل القطاع الزراعي والصناعي، هذا قلنا تعددة الموارد. احنا باستطاعتنا ان يكون بلدنا حتى في هذه الظروف بلد زراعي صناعي وايضا سياحي. هذني الموارد الثلاثة اضافة للمورد النفطي، كان بامكان ان يرفع من القدرة الشرائية او المدخول الفرد العراقي ليضاهي اكبر دولة او اعلى دولة بالمدخول الشهري وهي قطر، اعتقد 6000 دولار مدخول الشهري للفرد القطري، بينما العراق لا يحصل على يمكن حتى اقل من 50 دولار، واكو عوائل معدومه بالكامل لا تملك حتى رواتب الرعايه الاجتماعيه التي هي بحدود اقل من 100 دولار. اذا هاي الثنائيه الغريبه اللي مجتمعه بالعراق متى تحل؟ متى تاتي العقليه الاقتصاديه التي تستطيع وبقدرات بسيطة الشعب العراقي وكل المراقبين؟ هم لا يطالبون بمعجزة، هم يطالبون بمنجز، وهذا المنجز ليس بعيد المنال. لا نريد بناء مصانع لأن المصنع أساسا هو موجود ومبني وحتى الأجهزة والمكائن موجودة، لكن تحتاج إلى دعم بسيط من الدولة حتى يعود للعمل. هذا بيش يوفر لنا؟ راح يفيدنا في جانبين. جانب الأهم والأساس هو تشغيل الأيادي العاملة، وكما قلت لك لدينا جيوش من العاطلين. والجانب الآخر هو إحنا أوقفنا عملية الاستيراد التي تستنبذ أموال الدولة. اليوم كل الموازنة أغلبها تروح موازنة تشغيلية هي للرواتب، وموازنة استهلاكية لاستيراد البضائع سواء كانت مرة صناعية زراعية تجارية، وبالتالي إحنا معطلين كل هاي الأمور وذاهبين على موضوع الاستيراد اللي هو من شأنه أن يخفض قيمة الفرد العراقي شيئا فشيئا. نعم أستاذ علي، خليك ويانا. نضم الآن ضيفي عبر سكايب دكتور قاسم السلطاني، خبير اقتصادي ومحلل سياسي. حياك الله أستاذ قاسم. أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. تحياتكم الله، أيامكم سعيدة، كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير، شكرا جزيلا لك، تحياتنا لك. استاذ قاسم، يعني معقوله بلد عنده وفره كثيره وبلد غني ونسبه الفقر به 40% واوضاع اقتصاديه متضاربه، يوم السوق مرتفع يوم منخفض؟ نعم. استنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه هذا الموضوع تكلمنا فيه الكثير، لانه نحن الان نفتقر الى طبيعه النظام، طبيعه النظام في العراق. لا هو نظام إسلامي ولا هو نظام رئيسي ولا هو نظام شرعي ولا هو نظام شرعي. للأسف الشديد يعني الآن وكان نظام في إشتراك نظام هجي ليس له أساسيات في نظام موجود في العالم. حقيقة جئنا إلى أنه إحنا قصد لنظام يمكن أن تبيعه كل نظام حتى يتم تعقيبا بحيث يتعارض مع الحال مع شيء لي مواطن الآن. وكان أنا من خلال تسعيد هذا المحروق هي كان تحديد الطبقات الاجتماعية في العراق، وكان هذا البنزين الفقراء و 150 طبقة الأسفل 260 طبقة
الديمقراطي في البلد. صح، انا يعني دائما يعني اتكلم نحن نحتاج الى تصحيح الاقتصادي في قطر. لم تكن هناك توافق حقيقه بين نظام المدفوعات والنظام وايضا البقاله والحاله الاقتصاديه للبلد، النظام الاقتصادي الطبيعي حتى مدينه العراق، واللي يعني تتكلم حقيقه في العراق لانه اعتمد كان معلم صار عندنا حاله تشغيليه ونسينا يعني الاحساسي البلد النظام الداخلي او يعني المعامل شركات اهليه الى التعبير. هذه ممكن ان يعني عشرات الالاف المطار ومن الاقليم. الان الحكومه وضعت في حرج لما فتحت ابواب التعيين من يعني هذا مشكله بامكان لدينا الوجود وزارة الصناعة أو ممكن فتح الشركات الاستثمارية وتعمية يفتحون لشركات موجودة في العراق ممكن أن تستوعب حالة البقالة. استاذ قاسم، يعني اكو خلل بالشبكه، يعني الصوت غير واضح ويتقطع للاسف. نعم، خلي انتقل ويا استاذ علي. استاذ علي، اليوم ما شفنا تحرك حكومي لانعاش الاقتصاد العراقي وتامين مستقبل الاجيال المقبله عبر السنوات. يعني قد نعزوها الى عدم وجود عقليه اقتصاديه، عدم البحث في التنميه والتنميه المستدامه. اليوم من اكثر اغلب الدول بدات تتجه ل التنمية المستدامة وهي تحريك الاقتصاد، لكن دون المساس بالاحتياطي أو المستقبلي لبقية الموارد. لكن احنا نشوف اليوم العراق أصبح بلد استهلاكي 100%، وبدأ يعتمد على مرة على الاستيراد، وحتى في جانب البناء بدأ يطرق باب الاستثمار، ولكن بالمعنى الأصح هو الاستثمار السلبي. كما نشاهد اليوم أو ما نسمعه بأن هناك جملة من الاستثمارات لبناء وحدات سكنية، لكن لو تطلعين حضرتك ويطلع المواطن العراقي على بنود هذا الاستثمار لشاب له الرأس، لأن المستثمر الأجنبي سواء كان عربي أو غير عربي هو يعتبر أجنبي، يعطى الأرض مجانا ويعطى قرض على الأرض، ثم يحدد سعر الوحدة السكنية بمزاجه وبسعر السوق، وليس للدولة أن تفرض عليه، ربما إلا لها نسبة بسيطة جدا. كان بالإمكان بأيادي عراقية وبعقلية عراقية والعقل العراقي عقل راجح ومشهود له، وهذا ما نشاهده في كل بلدان العالم الذين نسافر لها، نجد أن الطبيب عراقي والمهندس عراقي والخبير عراقي، لكن هذا البلد للأسف الشديد. فبالتالي كل هاي العوامل أدت على عدم تقديم أي منجز. هناك قاعدة ما تسمى بالجدوى الاقتصادية، أنا اليوم من أجي أسس لمعمل، يجب أن قبل لا أبني المعمل أو قبل لا أقدم هذا المشروع ما هي الجدوى الاقتصادية. أنا أسأل المسؤول العراقي ما هي الجدوى الاقتصادية من وجود بحدود 10,000 مول مثلا في بغداد أو في حتى العراق كله، شو تقدمني هاي المولات؟ ما كان أولى أنه أنا هاي المول اللي هو للتبضع وهدر المال العام وأموال، طبعا هو هذا في حد ذاته، وأنا أعتقد تحدثت بهذا الموضوع مع جنابك في برامج سابقة. نعم. قلت هاي واحدة من أبواب الفساد ومن غسيل الأموال، أنه التاجر الفلاني أو السياسي بالأصح الفلاني يبني له مول حتى تصير عنده شهادة استيراد من خلاله يقدر يهرب الأموال ويدخل مواد لا يحتاجها الفرد.
لو كانت هاي هسه ما نريدها بس وحدات سكنية، بس هذا ممكن ما أبني لي مول كبير وأجيب أخلي بضاعة به هي مستهلكة أصلا وليس لها قيمة، أنا هذا أسويه مشغل أشغل به. يعني هاي الأسعار الخيالية لهاي المواد الموجودة داخل المولات، يعني أبسط عائلة تدخل يعني 50,000 ما تكفيها اليوم، أبسط شيء مقابل بضاعة هي تافهة. بس أنا مثلا بمكان ما أنا هسه من باب العطف، ما أدري شو يسموها، من باب ما أدري الإحسان، أنا أنطي للمطلقة الأخت المطلقة أو الأرملة أو عديمة وجود معين إلها 125,000، ليش ما أنا أسوي لها مشغل كخياطة كتطريز كمهن، والمرأة العراقية مرأة ولودة بالإنجازات والمنجزات وهي حقيقة المجاهدة، ليش ما أنا أشغل هاي الأيادي العاملة مكان ما أعطف عليها 125,000، أنا أخليها تنتج لي شيء يفيد بلدي وبالمقابل أنطيها راتب تستطيع أن تعيش حياة كريمة. هاي واحدة من الإخفاقات. السبب الرئيسي يا سيدتي هو عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا دائما نشكو نقول الانسان من يجي يتولى هاي الموضوع البناء يجب ان يكون مهندس، ومن يتولى امر المستشفى يجب ان يكون طبيب، لكن انت اليوم عطفا على المستشفيات الواقع الصحي العراقي واقع متردي جدا، لكن بالمقابل احنا نسال كم مستشفى حكومي بني هاي الفتره كلها بال 21 سنه؟ يمكن ما تعد على اصابع اليد ونص وكل الباكاملات، بس بالمقابل شوف كم مستشفى اهلي بنية. زين ليش؟ لان هذا بيستثمار. شنو اللي قدمناه للتعليم او للمنهاج التعليمي؟ شنو الجامعات اللي قدرنا احنا نطورها؟ بس شوف ايش قد جامعات اهليه، لانه هاي الجامعه منسوبه للسياسي سين والسياسي صاد، ومن وراءها تجني اموال كثيره. لا توجد عندنا لا خارطه طريق صحيحه، لا توجد عندنا ربما حتى شخصيات تقدم مشروعها، كل واحد ما هم إلا أنه كيف يسلب الأموال، كيف يدخل باستثمارات، كيف يحصل على قطعة أرض يبني عليها، وبالمقابل المواطن العراقي أصبح شبه معزول عن واقع السياسي عن واقع الحكومي. ولهذا شوفين الإخفاق صار في مسألة الانتخابات، ما يروح واحد ينتخب إذا الدولة وجهت نداء ما حد يستجيب لها، إذا وزارة الكهرباء قالت يا بقللوا من الإنارة حتى اللي ما محتاج قلوبات قام يشعل القلوبات، هاي الحالة ما كانت موجودة فعلا، ما كرشاد ما لأنه كان المواطن يشعر يقول هاي الدولة تقدم لي أنا لازم أقلل من صرف الماء. أزمة الثقة بين المواطن بالضبط، هاي أزمة الثقة هي اللي ولدت مقولة لطيفة للدكتور علي الوردي حقيقة في كتابة مهزلة العقل البشري، نظرية جميلة، يقول كلما اتسعت الفجوة أو كبرت الفجوة بين الحاكم والمحكوم كلما سعى المحكوم لعدم الامتثال لأوامر الحاكم. وهذا اللي دا يصير حقيقة، واللمسة من تجي تقول له يا ابي ليش تهدر بالمي؟ انت ليش 24 ساعة ميك مفتوح؟ مو احنا عندنا شحة مياه بدجلة؟ يقول لك يا ابي شنو انت تدافع عن الحكومة، هي شو مقدمت للحكومة؟ يا ابي انت ليش مشغل هالقد سبالت؟ الشعور بالوطنية حقيقة للأسف بدأ يضمحل، وهذا فد مؤشر سلبي خطير جدا. بس بينما هاي الدول اللي نسافر لها واللي عندنا أصدقاء بيها نحس أكو حس وطني، المواطن يعرف بأنه الدولة دا تعمل من أجله من مصلحته، فبالتالي هي تسعى لتقديم المنجز إليه. بس لأنه إحنا اليوم في بلد تكثر فيه الفاسدين، تزداد فيه أعداد السارقين، آخر المعلومات وآخر التقارير اللي حصلت عليها يوجد في العراق بحدود 50 شخصية ما تسمى بالملياردير، وأكثر خلي بالك الرقم، وأكثر من 16,000 مليونير، في حين بغداد اللي هي كانت مركز العراق كانت فيه مو أكثر من 5 بيوتات، ولا أحب تسميتها بالاسم، هي هاي العوائل الغنية اللي كنا نسمع عليها ونضرب بها بعض الأمثال. أما الآن على أقل تقدير طبعا هاي اللي مشخصة، أنا متأكد بقتها بعد مرات ما مشخصة، أكو ناس ما ظاهر الغنى عليها، 16,000 مليونير عندنا بالعراق و50 ملياردير. هذا معناه شنو؟ معناه عندنا جيوش مال سارقين المال العام، لكن بالمقابل 16,000 مقابل كم حالة فقر أصبحت عندنا متنامية بالعراق؟ فعلا. كم عائلة اليوم ما تمتلك حتى مكان تسكن به، لا ملك ولا إيجار؟ كم عائلة مشردة؟ كم شاب بحاجة أو
في سن الزواج لا يستطيع أن يتزوج. كم فتاة اليوم يفترض أن تكون زوجة وأم لكن الظروف المادية منعت الشباب من التقدم؟ حتى سلف زواج ما عندنا، حتى خطط. هسه أنا أريد أسأل، هاي الوزارات والعناوين البراقة والمسميات الكبيرة يا ترى ما استطاعت أن تقدم ولو فد ورقة عمل؟ أي شاب يريد يتزوج خلي تمنح الدولة فد 10-15 مليون. نعم أستاذ علي، يعني أرجع لك بهذا الموضوع، خلينا ننتقل ويا أستاذ قاسم. أستاذ قاسم، يعني موضوع الاستثمار اليوم شنو يحتاج حتى ينتعش بالعراق؟ شنو الأرضية اليوم المفروض تتوفر في سبيل ينتعش هذا الموضوع عندنا؟ أحسن حقيقة موضوع الاستثمار بالعراق يعني لا زال غير آمن، لكن الآن الحكومة حكومة محمد السوداني جهد إمكانها أن تحاول أن تجعل هناك بيئة جيدة للاستثمارات في العراق، لأن الظروف التي مرت بها العراق كأنما هناك بيئة طاقة للاستثمار في العراق. فنحتاج أنه الحكومة توفر في المناخ، يمكن أن نطمن المستثمر في العراق. هذا المستثمر يكون خارجي، قد يكون مستثمر داخلي. فحقيقة نحتاج إلى حالة حتى ممكن أن نوفر فيها في الاستثمار، أن تثمر تأمن حقيقة لدى تلك المرتبة بها يعني اعطيني حصتي وجيب راتي. هذا من الذعر في الشركات في العراق. خلينا ننتقل استاذ علي. يعني استاذ قاسم، اليوم الشبكه يعني جدا رديئه يمك للاسف. شكرا لك وشكرا انضمامك يوم ويانا، اكيد نورتنا، ان شاء الله نستضيفك في حلقات اخرى تكون داخل الاستوديو. تحياتنا لك استاذ علي. الحلول لانعاش الاقتصاد العراقي، طبعا هي الحلول كثيره، لكن قبل لا اعرجل هذا عندي جزئيه تحب اتحدث بها باعتبار برنامجك اجتماعي وشامل ويعالج الكثير من المشكلات. نعم. استبشرنا أخيرا بخبر بأنه المصارف والبنوك العراقية بدأت تعطي قروض للمواطن العراقي تحت مسميات القروض الميسرة، لكنها معسرة. أنا أسميها معسرة ومستصعبة. كنت قبل فترة بعد واحدة من مخرجات الدولة التي خرجتها علينا بأنه ما يصير تفول بنزين إلا بالماستر كارد أو كي كارد ما يسمى، فلجأت إلى أحد المصارف لاستخراجها. كنت قاعدة من ست المديرة وطرق على مسامعي مسألة القرض اللي، وأنا مسؤول عن كلامي، اللي قيمته 75 مليون دينار عراقي عليه عائدات وأرباح تقدر بحدود 40 مليون، أكثر من النصف تقريبا. وهذا ما صاير في كل البلدان، حتى في البنوك الربوية، وطبعا هاي مخالفة دستورية قانونية واضحة باعتبار أن الدستور العراقي بالمادة 2 منه نص على أن دين الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأي قانون يختلف أو يتضارب مع بنود وأفكار الإسلام لا يؤخذ به. بينما البنوك والمصارف في أقل نسبة ربح على هذا القرض مو أقل من 10%، وهذه النسبة هي ثابتة. يعني شقد ما السددين تبقى هاي النسبة، فبالتالي اللي يطو قرض 100 مليون لازم يرجعهن 150 مليون. هذا فيما يخص القروض، وما خفي كان أعظم، إضافة إلى موضوع ارتفاع غير الشروط والكفيل أحسنتي الكفيل ولازم يكون، وأيضا مسألة ارتفاع سعر البنزين المحسن والتبريرات الحكومية الحقيقة المضحكة على أن 18% فقط من هم يتجهون إلى البنزين المحسن، وأن الطبقة الفقيرة لا تتعامل مع البنزين المحسن، والحديث في هذا الموضوع كثيرة جدا. لكن فيما يخص موضوعنا اليوم، حتى نعالج الهفوات الاقتصادية من أولى الأولويات أن نأتي بعقلية اقتصادية،
وهذا ليس عيبا على كل الدول، عندما لا تتوفر هكذا شخصيات أن تستعين بطاقم خارجي بسيستم بشركات مختصة. تعال يابا أنا اليوم الوزير المختص مالي لأنه جابت المحاصصة المقيتة ما قدر يقدم لي فد ورقة عمل من شأنها أن ترفع الواقع الاقتصادي، من شأنها أن تحسن الوضع المالي والوضع الاجتماعي للعراقي، فتعال خلي أبحث عن مخرجات، لا سيما وأن هناك شركات رصينة حتى في العهد الملكي كان العراق يستعين بها باعتبار أن الدولة العراقية في ذاك الوقت كانت دولة فتية، لكن لأنه كانت عقلية سياسية رزنة في ذاك الوقت، وبالخصوص كان المرحوم نوري الباشا السعيد كان يستعين حتى بشركات حتى من أجل إدارة هذا الملف، وبالفعل في وقت قياسي استطاع العراق أن يكون بلد زراعي صناعي ورغم الإمكانيات البسيطة. اليوم مع كل هذه الإمكانيات غاب المشهد بل غيب عن الشخصيات الاقتصادية. أنا لا أقول بأن العقلية الأجنبية هي أقوى، لكن أنا على يقين بأن هناك عقليات عراقية لكنها مغيبة، أولا لأنها لا تنتمي إلى جهة سياسية أو حزبية، وبالتالي حرمت من المنصب وحتى حرمت من الاستشارة. هسه أنت قد تكون هو ما منطي منصب بس استشيرة، افتح باب الاستشارة، افتح كأنه مسابقة، يا بقى احنا اليوم نريد نعالج وضعية البطالة في العراق، قدموا لنا الحلول، على صاحب الحل الأمثل مكافأة مجزية، وخلي يجي يقول لك يا بقى أنا شلون أشغل هاي الأيادي العاملة، أنا اليوم أريد أقلل من كمية الاستيراد، أنا ليش أستورد من كل البلدان؟ وده شوفين حضرتك ترحين للأسواق وشوفين بدءا من المواد الاستهلاكية إلى المواد الغذائية إلى العصير إلى اللبن إلى كل شيء، كله مستورد من الخارج. وطبعا هاي خروج عملة الوطن هاي صعبة جدا، سواء كانت من الدولار أو حتى من العملة النقدية العراقية، لكن غياب العقلية الاقتصادية جهة وعدم الشعور بالمسؤولية من جهة، كلها عوامل أدت إلى أن يكون الاقتصاد العراقي في وضع لا يحسد عليه، بل أن قادم الأيام قد يكون انتكاسة مالية نقدية إذا ما عرفنا بأن هناك ربما شكوى كثيرة مقدمة من وزارة المالية من البنك المركزي العراقي بغياب الورقة النقدية، ولهذا بدأنا بمعالجات هي أيضا خاطئة، الاعتماد على العملة الإلكترونية تسمى والماستر كارت وغيرها، لكنها يقينا جميعها لن تكون الحلول الأمثل لمعالجة هذا الخطأ وهذا التدهور الاقتصادي. أستاذ علي احنا متعلمين عليك تختم الحلقة بشعر، اليوم عندك بيت شعري؟ والله أنا بيت شعر عندي قريب على المشهد باعتبار أنا اليوم أشكو من عدم باعتبار أن اليوم أنا أقر وأحترف بأنه لا يوجد من يقود المرحلة، فأقولها ربما قلتها سابقا، أقول يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها، ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا. لا توجد لدينا لا فرسان بالسياسة ولا فرسان بالاقتصاد ولا فرسان تعالج لنا هذه الكبوات المتلاحقة، لكن كما ذكرت لك الحلول بأيدينا، ومن أهم مقومات النجاح وجود الوفرة المالية باعتبار أن لدينا كثير من الخزائن النفطية التي نستطيع بيعها، وبالمقابل يكون اقتصادنا جيد جدا لو كان لدينا فرسان متخصصون بهذا المجال. شكرا جزيلا لك استاذ علي صاحب رئيس المركز الاقليمي للدراسات، سعيدين باللقاء بحضرتك، تحياتنا لك. ايضا شكرا لضيفي الدكتور قاسم السلطاني اللي كان معنا ضيفنا عبر سكايب. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقتنا، انتظروا يوم غد. الى اللقاء.